السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام. ومحطة القطر الناحية دي ولا الناحية دي؟ لا يا من الناحية دي. شكرين قوي، ربنا يكرمك. عفوا. كان جميل. بس على مين؟ كده برضو يا دكتورة تسيب قلبي ياكلني عليك كده؟ لا ما بديهاش بقى. ما جاش. ها رحمة محمود، انا ما قلت له حاجة. فاروق الله، طب انا هروح ازاي يا فاروق؟ انا جاي مع بعض يا اخي. احلى كوبايتين شاي لاحلى رجالة في مصر. تسلم ايدك يا استاذ بزر. اتفضل يا دكتور. شكرين يا عم بزر. شفت يا عم الراجل ابن الحرام؟ كان هيوديك في شربة مية. طلع بيلعب لحساب فاروق. بس اشمعنى دلوقتي يعني؟ أكيد كانوا بيخططوا ولاد الأبازة. الموضوع ده وراه حكاية تانية. ولا حكاية ولا رواية. من الآخر كده يا دكتور، وما تأخذنيش يعني في الكلمة دي، عمك ده طلع راجل واطي وكان عايز يعمل معاك الجلاشة. صح. حاج عبد الواحد كان عنده حق لما حذرني منه. بس أنا مش عادي اللي حصل ده. شوف يا دكتورة، أنت عايز تعمل إيه وإحنا في ظهرك؟ احنا عايزين يومين اللي جايين دول نركز ورا عمي. طب وفاروق؟ ملوش لازمه دلوقتي. ولا يهمك يا صاحبي. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.